اتقال لي في مرة جملة عمري ما بنساها، أبو تريكة زي أم كلثوم، يفضل اللحن شغال، في ناس متسلطانة وناس زهقت، بس السميع اللي بجد مش بيمل، بيبقى عارف كويس مع أول كوبليه للست الكل حيقول عظمة على عظمة. ونجمنا برضو كده، يفضل طول الماتش يطرب، وانت عارف كويس انه حتى لو اللحن استنى 90 دقيقة تريكة مش محتاج غير لدقيقة واحدة عشان يحسسك بالسلطنة. كلنا عارفين انه بطل اللقطة الأخيرة، لكن اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهوش ان عشان تريكة يبقى بطل اللقطة الأخيرة ما كانش طريقه سهل. أنا كنت محظوظ اني عشت بداية أبو تريكة، والنهاردة هحكي لكم عنها. الناس في ناحية كانت بتحب تروح تتفرج على أبو تريكة في الدورات الرمضانية، بس البطل ما كانش محمد، كان أخوه الكبير أحمد اللي صيته مسمع في منطقته كلها. وفي يوم من الأيام اتصاب لاعب من فريق أحمد، فقال لأخوه محمد اللي عنده 9 سنين ينزل يكمل الفريق في الملعب، وشارك محمد. أول لقطة لمحمد كان متحمس قوي، دخل بمنتهى القوة على الخصم، ووقتها اتاكل ترقيصة شوارع ما حصلتش. وده كان أول درس لمحمد عشان يبقى صاحب اللقطة الأخيرة. أحمد قال له خليك هادي، اصبر دايما على ضحيتك لآخر ثانية عشان تاخد القرار الصح وتعرف تنفذه. يومها تريكة خرج نجم الماتش، وبدأ نجومية باقي الحكاية. ماتش ورا التاني اسم تريكة ابتدى يتعرف، لكن للأسف في اللحظة دي اتكسرت رجله واتمنع من اللعب شهور كتير. وحتى بعد ما خف كان أستاذه في المدرسة بيخاف ينزله يلعب عشان ما يتكسرش تاني. وفي ماتش كان فريقه خسران، مع الدقيقة 89 قال له الأستاذ عصام اجهز هتنزل. بصله وقال له الدقيقة 90 يا أستاذ. أبو تريكة لعب دقيقة، وصلته الكرة على حدود المنطقة، أخدها بشماله لعمق الملعب وشطها ملفوفة بوش رجله اليمين، وهوب جول، أول جول في الدقيقة 90، وطبعاً مش آخر جول. يومها والده وداه اختبارات الناشئين في الأهلي، لكن المسؤولين في النادي رفضوه، قالوا له جسمك ضعيف. اسودت الدنيا في عينه، ما كانش متخيل إن حلم اللعب للأهلي حيموت، وما كانش اللي بيختبره متخيل هو ضيع كام سنة على الأهلي على ما وصل أبو تريكة. لكن والده ما سكتش، وداها اختبارات الترسانة، ومن هنا ابتدى المشوار. وهل الفجر بعد الهجر. في ماتش الزمالك في قطاعات الجمهورية كان أيمن عبد العزيز بيلعب عليه مان تو مان، وبعد ما الزمالك سجل الجول الأول راح لأبو تريكة وقال له بقول لك يا حبيبي هات شنطة تلموا فيها الأجوال. أبو تريكة ما ردش، أخذ الكورة سنتر، استلم ولما أيمن عبد العزيز باص وجول. راح لأيمن وقال له كابتن أيمن الشنطة دي تخليها لك. ما كانش تريكة يعرف وقتها إن أول جول لي في الزمالك مش هيكون الأخير، وإن دي مش آخر مقابلة مع كابتن أيمن. قدام الأهلي لعب أبو تريكة ماتش العمر، الترسانة كسب، لكن الناس ما كانتش بتسقف للشواكيش، كانت بتسقف طول الماتش الكوبري لبسه أحمد صلاح حسني من لاعب طويل رفيع بيلعب ارتكاز في الترسانة اسمه أبو تريكة. هنا قرر الترسانة تصعيد تريكة للفريق الأول عشان يلعب جنب علي ماهر. كان هيحصل إيه لو راح الزمالك بدل الأهلي؟ كان ممكن يحصل وحياتك. حلمي طولان كان مساعد أوتوفيستر، ولما أبو تريكة صيته بدأ يعلى عرضوه على الزمالك. قال لهم حريف بس بطيء شوية تريكة، وبيلف ويدور حوالين الكورة، عندنا منه في الزمالك كتير، تاخدوا لكم 2؟ أنا نفسي في حد بجد زي محمد شوقي. يمكن طولان فعلا كان عنده أكتر من نجم، لكن دي لحظة بيترسم فيها التاريخ، وبالنسبة للزمالك واتفتح الطريق للأهلي عشان يحقق حلم تريكة. وحلمي كمشجع إن أشوفه في مكان وليد صلاح والخطيب. تريكة تعب لما تبص لحقيقة إن لاعب وصل ل26 سنة ولسه بيلعب في الترسانة، تخليك مقتنع إن انتقاله للأهلي مش أكتر من صفقة متوسطة، هيلعب سنة أو 2 وتنتهي. اللي حصل حاجة تانية خالص.
أهداف وتمريرات على كل شكل ولون حفرها في ذاكرتنا، كل تفصيلة ممكن تعيدها 100 مرة من غير ما تزهق. ويمكن تريكا ما كانش بس بطل اللقطة الأخيرة، أبو تريكا حياته كلها كانت عبارة عن لقطة أخيرة. وأنا كمشجع في اللقطة الأخيرة دي والأول مرة، اتمنيت لو يقف الزمن بيا وما تبقاش دي اللحظة الأخيرة.